عقد مع الله وعقد مع البشر. العقد الذي مع البشر كان الناس جيدين استمر انا جيد معهم، الناس كانوا سيئين كل واحد الله يرعاه، هذا قانون البشر، ما ارتاح لك ما اقدر استمر معك. حتى الزوج والزوجه اذا لم يتفقا ها افترق افترق على طول. واصحاب العقود اذا تعاقدوا وما قدر كل واحد يوفي مع الثاني يفصلون الشراكه، لانه لابد من الاثنين كل واحد يؤدي. الا العقد مع الله، الله لا يمكن في لحظه من اللحظات تقول بطلت اتعاقد مع رب العالمين، لان الله عز وجل كل ما تريد ان تشترطه لنفسك فان الله كفى فيه. هذه الورقه يا اخوان فيها شروط، فوق نحط الشروط اللي لنا وتحت نحط الشروط اللي علينا. فلما نجي نتعاقد مع الله، وش الشرط اللي نحطه على الله؟ وش تشترط على الله؟ وش الشيء اللي انت خايف منه تشترط؟ تشترط العدل؟ ها؟ تشترط الرحمه؟ والله ما اشترط شيء. ما تشترط شيء على الله، اذا النص اللي فوق فاضي، ايش يبقى؟ يبقى الله وش يطلب منه؟ جهدنا يصير على النصف الاسفل هذا. على النصف اللي في الاسفل هذا هو جهدنا اللي نقوم به. طيب، عندما تتعاقد مع الله وتعمل له وحده، يبتليك الله عز وجل بمن لا يعينك على الاستمرار في هذا العقد، بمن لا يهتم فيك، او يبتليك بمن يؤذيك، او يبتليك بمن يعطلك. فالان انت امام خيارين، اما ان تستمر في العطاء، انت تستمر في العطاء وفي الخير لان الظروف ملائمه والظروف مناسبه، واذا كان اذا كانت الظروف ما هي مناسبه فانك لا قدر لا تستطيع. انا عشان الوقت ما يضيع بختصر لكم في هاجر عليها السلام، نقول عليها السلام دعاء. هاجر من هذه؟ هاجر زوجة ابراهيم. اي نعم، زوجة ابراهيم الخليل، كانت امه اخذها من مصر وبقيت معه قرابه السنه، ثم انجبت اسماعيل، ثم جاء ابراهيم ووضعهم في مكه. هذه المراه العظيمه وعارف تعلم انها جايه الى مكه من اجل تعلم ولدها الصلاه وتربيه على الدين، لكنها لا تعلم انها سوف تبقى في مكه بدون ما في احد، يعني لا يوجد ونس ولا انس ولا يوجد مسكن. ولذلك سالت عن الشيء اللي غريب، الشيء اللي ما تعرفه، قالت لمن تتركنا؟ ما قالت انت ليش جبتنا هنا؟ لمن تتركنا؟ ما في احد، وابراهيم يغادر الان، والمكان وادي غير ذي زرع، الموت بعد قليل، الليل والهوام والعطش لمن تتركنا؟ فقالت الله امرك بذلك، يعني هل العقد مع الله ولا معك؟ اذا كان العقد معك تعال، عندك زوجه وانا زوجه، لا حق ولي حق، ابني لبيت يجيب لنا واحد يرعانا وبعدين نروح. لكن الله امرك بذلك؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا، يعني ما احتاجك، انا عقدي مع الله. الله يا شباب، الله اذا كلف كفل، اذا كلفك كفلك، بس تبقى معه ما تغير عقدك معه. يجيك ما لا اشياء ما تخليك تستمر، انسى، لا تلغي العقد، صحح امورك، صحح اوضاعك، طالب زي ما طالبته، بس لا تلغي العقد مع الله. قالت اذا لا يضيعنا. يا اخوان، وقعت هاجر على بياض، على بياض. وين البيت؟ ما في. وين الطعام؟ ما في. وين المأوى؟ ما في. وين الانس؟ ما في. طيب كانها تقول هذا ما هو شغلي، هذا شأن رب العالمين. كيف شكر الله لها؟ في دائرتين. الدائره الاولى يا شباب دائره الابتلاء، خلوكم مكانكم، هذه يختبرك الله فيها ويهزك، فاذا نجحت نقلك الى دائره اخرى، هي دائرة شكر الله للعبد، مو بشكرك أنت، لا، إيش؟ شكره هو لك، شكر الله للعبد. إذا وصلت إلى دائرة شكر الله للعبد، شوف الأفانين التي تنزل عليك من النعم والخيرات. طيب كيف شكر الله لهذه المرأة السيدة العظيمة؟ أول شكر بعد ما تولى إبراهيم استقبل البيت، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. دعا لهم بدعوتين، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني ما يأتي محتل، هي امرأة، واحد يجي توكل على الله، ما لنا، يأتون بقلوبهم، ما يأتون بأيديهم ولا بسلطانهم ولا بسيوفهم. فجاءت القلوب تهوي إلى هذه المرأة، فتعاقدت مع أقوى قبائل العرب مع جرهم. امرأة تتعاقد مع قبيلة، قبيلة جاءت من اليمن اجتاحت القبائل كلها، وعند هذه المرأة جثوا على ركبهم يتعاقدون معها بدعوة إبراهيم. إلى اليوم كل المشاريع اللي في مكة هذه ناجحة، ليش؟ لأن في بشر يجون بسبب هذه الدعوة، نحن إلى اليوم نتقلب في هذه الدعوة. الدعوة الثانية ارزق أهله من الثمرات، مكة يا سادة، ولو جاء فرصة إن شاء الله أتكلم عن مكة. مكة كل الدنيا تكدح ومكة تأخذ، لأن كل الثمرات تأتي إلى مكة، كل مشاريع الزراعة في العالم تخدم هذا البلد المبارك بدعوة إبراهيم.
هذا الشكر الثاني. انظروا كيف شكر الله لهذه المرأة، هي نجحت خلاص، قبلت العقد، قالت قبلت. لما قبلت العقد جاء الشكر الثاني، أراد الله أن يخلد سيرتها. راحت بين الصفا والمروة تبحث عن ايش يا شباب؟ ما فقط شيء حسي بدهي، لا هو ديني ولا شيء، تريد أن تشرب، ولدها يشرب. فسعت بين الصفا والمروة فأخرج الله الماء من تحت قدمي إسماعيل، فجعل الله ذلك دين وشرعة إلى يوم القيامة. من منكم الآن يستطيع أن يحج ويعفى من السعي؟ لا يوجد رتبة، ولا يوجد ملك، ولا يوجد كما يقولون في البلدي شنب، ولا يوجد صاحب مال يستطيع أن يذهب محرم ويقول أنا معفي من السعي. غصبا عنه بالشرع يسعى بين الصفا والمروة حيث سعت هذه الأمة. اعتوني بحضارة في الدنيا مجدت المرأة مثل هذا التمجيد، خلت الأمة كلها تمشي حيث مشت، وحتى المكان اللي أسرعت فيه لأنها خايفة على ولدها نسرع فيه. يا أحبة الكرام، هذا العقد مع الله. بختم بقصة لشاب ربما يسمعني وربما يعرف، أتمنى من المخرج لا يقول لي الوقت غلق، بعضكم صايم معلش.